السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين. نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من تقرير لصحيفة المدى بعنوان: العراق يناقش في واشنطن زيادة محتملة للقوات الأمريكية على الحدود مع الأنبار. حصلت واشنطن على تطمينات جديدة بشأن عدم التصعيد ضد القوات الأمريكية في الداخل أو على الحدود القريبة، في وقت لا تزال هناك تحفظات من الأخيرة ضد مجموعة الإطار. وتفيد المعلومات أن الوفد العسكري الرفيع الذي زار الولايات المتحدة حمل رسائل بخصوص استمرار تحييد بعض الفصائل الميليشياوية. ومنذ نحو عام تعهد الإطار التنسيقي بوقف الهجمات ضد مصالح واشنطن في العراق وسوريا، ويتوقع في الأيام المقبلة تزايد أعداد القوات الأمريكية قرب الحدود الغربية للبلاد، حيث تتواجد بعض الفصائل الإيرانية. ويرجح أن الولايات المتحدة ستزيد في الفترة المقبلة عدد قواتها في الحدود المشتركة مع العراق من جانب المحافظات الغربية، حيث تنتشر هناك بعض الفصائل العراقية على الضفة السورية لم تلتزم باتفاق التهدئة. ومنذ استلام الإطار التنسيقي السلطة نهاية العام الماضي، تداولت أنباء عن تعهد الأخير للحكومة الأمريكية بوقف الهجمات في الداخل وفي سوريا. وكانت الهجمات في الداخل ضد السفارة الأمريكية والمطار والقواعد العسكرية قد تراجعت منذ استلام الإطار الحكومة نهاية العام الماضي، من 300 صاروخ أطلق خلال تنفيذ 120 هجوماً إلى صفر هجوم. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية سكت أغلب قادة الإطار المعروفين بمعارضتهم للتواجد الأمريكي عن انتقاد واشنطن، كما لم يعلق على زيارة الوفد الأخيرة. ونقرأ مقالا بعنوان: الفقر في العراق واقع لتخلف التنمية الاقتصادية أحد أسبابها، نشرته صحيفة الميثاق الوطني للكاتب أحمد الفهداوي. يقول فيه: اتسعت ظاهرة الفقر والفقراء في العراق وارتفعت معدلاتها، لا سيما بعد عام 2003 حيث وصلت إلى أكثر من 25%. السكان يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الإيفاء بالتزاماتهم الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة. فتظاهرت أسباب عديدة في ذلك، فيمكن أن ينظر لكونها أحد أسباب تخلف وسائل التنمية الاقتصادية، ويمكن أن ينظر إليها كأحد معوقات التنمية. إن انتشار وازدياد معدلات الفقر في العراق وبنسب كبيرة جداً ومخيفة مقارنة بما يملكه العراق من وفرة في الموارد الاقتصادية والمادية، ولكن ضعف التخطيط واتساع ظاهرتي الفساد المالي والإداري وتخلف وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية دفعت بأن يكون الفقر والفقراء في حلقة مفرغة، والتي تسمى بحلقة الفقر المفرغة، ومفهومها هي نظرية تفسر ظاهرة الفقر المستمر في المجتمعات المتخلفة أو النامية وفقاً لهذه النظرية. يعد الفقر حلقة ذاتية التعزيز يصعب الخروج منها، حيث يؤدي الفقر نفسه إلى ظروف تؤدي إلى استمرار الفقر. إن انخفاض مستويات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى تؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفرد واستمراره في حلقة الفقر يصعب الخروج منها. تحت عنوان الولايات المتحدة تفكر بعملية عسكرية جديدة في سوريا، كتبت كيسينيا لوجينوفا في صحيفة إزفيستيا حول نية الأمريكيين قطع طريق إمدادات إيران عبر العراق إلى سوريا ولبنان. وجاء في المقال: يستعد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لإعادة تجميع القوات في المنطقة التي يسيطر عليها في سوريا ومحاولة احتلال مدينة البوكمال، وبالتالي قطع الطريق الذي يربط بين دمشق وبغداد. ويعد ممر النقل هذا مهما جدا بالنسبة لطهران، فمن خلاله تنقل الشحنات عبر الأراضي العراقية إلى سوريا ثم إلى لبنان.
الحدود بين سوريا والعراق والسيطرة عليها أصبحت الآن تحت إشارة استفهام، وانطلاقاً من ذلك يمكن للأمريكيين الحصول على سبب رسمي للحرب والعودة إلى العراق، على الأقل إلى المناطق الشمالية من البلاد، لفرض السيطرة حول البوكمال وإخضاع جميع الطرق التي تعبر هذه المنطقة بما في ذلك من الأراضي العراقية للسيطرة وصولاً إلى المناطق النفطية في شمال العراق. وأضاف كريلوف أن الأمريكيين يريدون الآن إجبار روسيا على إهدار الموارد، وبحسبه هذا ينطبق على الموارد الاستراتيجية والسياسية، فهم يرغبون في جر موسكو إلى مسرح العمليات السوري، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الأمريكيين على الجبهة الأوكرانية يفشلون في تنفيذ ما أعلنوا عنه سابقا. يتحسر كاتب العمود اليهودي ماكس بوت على إسرائيل عرفها منذ 40 عاما، ويبرر سبب تغير مشاعره في هذا المقال في واشنطن بوست. يقول فيه: لقد استلم السياسيون اليمينيون المتطرفون زمام الأمور بقيادة نتنياهو، وها هم يغيرون كل شيء، فقد مرورا بتشريعا أو بقيادة نتنياهو وها هم يغيرون كل شيء فقد مرروا تشريعا يحد من سلطة المحكمة العليا، وسيستحوذ الحزب المتطرف على الضفة الغربية، مما يصنفه احتلالا عسكريا تندد به جماعات حقوق الإنسان. وإضافة لذلك، فإن طابع إسرائيل في ظل الأرثوذكس المتشددين يتجه نحو قمع حقوق المرأة وفرض ثيوقراطية على الإسرائيليين العلمانيين. من بين الممارسات الفظيعة فصل النساء اليهوديات عن العربيات في أقسام الولادة، وحظر الأحزاب السياسية العربية، والتطهير العرقي للعرب في الضفة الغربية، والأفضع من ذلك الإنفاق على المدارس والمعاهد الدينية المتشددة التي تنتج خريجين جهلة بالرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وغير مستعدين للخدمة في الجيش. ويقول لواء سابق في المخابرات العسكرية عاموس مالكا: لا يمكننا خدمة نظام يصبح ديكتاتورياً ومتطرفاً. وفي النهاية يختم الكاتب بالقول: أخشى أن تؤدي سياسات نتنياهو المتطرفة والعنيدة والتعنت ضد متابعة الاتفاق النووي الإيراني للقاء رئيس الصين قبل رئيس الولايات المتحدة. نشر موقع ميدل ستايل بريطاني مقالاً للكاتب بيتير أوبورن، تحدث خلاله عن سبب عداء الولايات المتحدة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. واستعرض أوبورن في مقاله الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة لما وصفه بكره عمران خان بحسب قوله. ويذكر الفضل لعمران خان أنه عندما وصل إلى السلطة وطوال فترة حكمه غدا شوكة في حلق الولايات المتحدة، ولكنه دفع ثمن ذلك. تعلم بريطانيا والولايات المتحدة علم اليقين بأن التهم الموجهة لخان بأنه انتفع من الحصول على هدايا رسمية تهم واهية. والحقيقة هي أن خان عندما كان على رأس منصبه عدل القانون بحيث يصبح أصعب على السياسيين الانتفاع من الهدايا التي يتلقونها أثناء قيامهم بزيارات إلى الخارج. لربما كان خان أقل السياسيين فساداً في تاريخ باكستان المعاصر، ولئن لم يكن ذلك معياراً بالغ الرقي، إلا أن هذا الرجل يمثل عودة إلى المدرسة الأولى للسياسيين في حقبة ما بعد الاستقلال، من القائد الأعظم محمد علي جناح إلى أول رئيس في البلاد اسكندر ميرزا الذي كان منقطع النظير في نزاهته. لا يبدو شيء من ذلك ذا أهمية بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا، فهما باستمرار تفضلان التعامل مع الطغاة الطيعين الخادمين لمصالحهما. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية.
في كل زاوية من مخيمات النزوح العشوائية المتناثرة في العاصمة الصومالية مقديشو ومحيطها قصة معاناة، إذ يدفع النازحون الفقراء حياتهم ثمناً لتردي الأوضاع الأمنية والسياسية في بلادهم على مدار عقود، والتي تتزامن مع تردي الأوضاع الصحية وغياب أدنى مقومات الحياة. يعيش العديد من المرضى أوضاعاً صعبة، ويموت العديد منهم نتيجة أمراض يمكن علاجها أو لو توفر الدواء، لكن السبل ضاقت بهم، ما جعل العديد منهم يواجهون مصيراً مظلماً في أكواخ مهترئة لا توفر أدنى مقومات الحياة الآدمية لهم. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. انقلاب النيجر يثير الرعب في قلب ماكرون، وكلمة السر هي كنزها من اليورانيوم. النيجر سابع أكبر بلد منتج لليورانيوم في العالم، وهو معدن مشع يعد الوقود الأكثر استخداماً للطاقة النووية. تصنع منه الأسلحة والقنابل النووية، ويستخدم في الدفع البحري ولعلاج مرضى السرطان أيضاً. تمتلك النيجر خامات اليورانيوم عالية الجودة في أفريقيا، وقد أنتجت 2020 طناً مترياً من اليورانيوم في عام 2022، ما يعادل 5% من إنتاج التعدين العالمي. لكن لماذا تتخوف فرنسا من الانقلاب في النيجر؟ وما علاقة روسيا؟ فرنسا منتج رئيسي للطاقة النووية في أوروبا، وقوة استعمارية سابقة في النيجر. اعتبرت دولة النيجر في شكلها الحالي مستعمرة فرنسية رسمياً عام 1922، حتى نالت النيجر استقلالها عام 1960، لكن أطماع فرنسا في النيجر لم تنتهي مع الاستقلال. تعتمد فرنسا في الحصول على 35% من احتياجاتها من اليورانيوم على النيجر لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70% من الكهرباء. وعملية التعدين الرئيسية في النيجر الفرنسية المملوكة للدولة أورانو، تديرها شركة أورانو، ومع إطاحة عناصر من الحرس الرئاسي في 26 من يوليو تموز رئيس النيجر محمد بازوم، فقدت فرنسا حليفاً وشريكاً اقتصادياً قوياً لها، فهو يعد بين آخر القادة الموالين لها في منطقة الساحل الأفريقي، وهو حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. تستضيف النيجر قاعدة عسكرية فرنسية بها نحو 1500 عنصر من القوات الفرنسية، ويقيم نحو 500 إلى 600 مواطن فرنسي حالياً في النيجر. أما روسيا فقد سعت منذ عدة سنوات لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول غرب أفريقيا. في عام 2019 استضافت موسكو أول قمة روسية إفريقية، ومع وقوع الانقلاب برزت مظاهرات مناهضة لفرنسا ومؤيدة لروسيا، ورفعت ألوان العلم الروسي فجأة في الشوارع، واتهم متظاهرون من مواطني النيجر فرنسا بنهب ثروات بلادهم. دول غرب إفريقيا المجاورة للنيجر هددت بالتدخل عسكرياً في حال لم يعد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع، وهو قرار دعمته دول غربية في مقدمتها فرنسا. قادة الانقلاب في النيجر اتهموا فرنسا بالسعي إلى التدخل عسكرياً في بلادهم، وهو ما نفته فرنسا، فيما أيدت مجموعة فاغنر الروسية الانقلاب. ومع خروج النيجر عن السيطرة الفرنسية، أعلنت فرنسا عن عدة إجراءات عقابية بحق النيجر، أبرزها تعليق كافة المساعدات التنموية والدعم المالي، وقررت النيجر وقف صادراتها من الذهب واليورانيوم إلى باريس. فهل يعود تدفق يورانيوم النيجر لباريس؟ إذن بهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.